لحقتها معي بتركب معي البقي وبسوق فيها. اهلا وسهلا نرجس. نرجس عوامي ها متحمسه مره نحط هذا سيت بيلت؟ لا مو لازم مو لازم مو لازم هنا فينا بالمخيمة دويرة. لا عادي هذا بيج بوس حق لا وهذا سعد عبد الرحمن وعبد الوهاب. هلا عشاء صح؟ هم يجون كذا الحفلة يجون البوت كامل ويسوون لكم كل حاجة من جد فنانين مرة. مثلا الوحدة ما تتزوج في مجتمعنا انه كل شيء كامل فيها بس يعني الله يجيب لها الرجل والله والله العظيم اني انا اتحسس مره من هذه الكلمات يعني اقول كيف كذا عقلهم محدود من جد من جد عقلهم محدود لانه الزواج مو هو اللي بيرفعني ولا هو اللي بينزلني ولا هو اللي بيدفعني للامام يعني تخيلوا شخص ثاني فقط ممكن انا اكمل الحياه معه وممكن ما اتزوج ابدا يعني ولا راح يقلل مني هذا الشيء ولا واحد من احد يجي يقول الله يجيب لك الزوج